يا حيرة وخوف يا حيرة وخوف يا دنيا في مداها مطوف يا حيرة وخوف يا حيرة وخوف يا دنيا في مداها مطوف وفيها نشوف زمن زمن يرسم لنا فيها ألم وجراح دوب الشك ألم ألم والله ولا فيها أحد مرتاح دوب الشك زمن زمن يرسم لنا فيها ألم وجراح دوب الشك ألم ألم والله ولا فيها أحد مرتاح دروب الشك دروب الشك خطانا فالزمن ما له أبد غفران في كل شيء نظن في كل شيء نظن فقدنا صورة الإنسان خطانا فالزمن ما له أبد غفران في كل شيء نظن في كل شيء نظن فقدنا صورة الإنسان وش اللي صار في هالدنيا في هالدنيا وش اللي صار وش اللي صار لا رحمة نذكرها ولا أبد نحفظ الأسرار وش اللي صار في هالدنيا في هالدنيا وش اللي صار وش اللي صار لا لا رحمة نذكرها ولا أبد نحفظ الأسرار سالفة الزواج في العائلة أكيد أمل افتحت نفسهم للزواج خالد الله يهداك أحر ما عندي أبرد ما عندك زين وشيخة بعد ايش فيها شيخة بعد وقفوا وياهم ضدي تقول حق أخوها ضاري ما فيها شيء لو تزوجت في سن صغيرة أصلا الزواج في سن صغيرة أحسن صديقاتي في المدرسة كلهم بيتزوجون ما فيها شيء عادي تدرين أنت الحين قلتي لي أهم سالفة في الموضوع وليد وضاري وليد مو مشكلة ضاري أحل مشكلته لكن اللي مخوفني راي شيخ وليش بعدين أقول لك تعال وين بتروح وتخليني بروحي روح بقعد بالمكتب شوي إيه قوليش بتسوي على وليد وضاري بعدين يا ربي
حقرني هو بعد وراح من لقاشكي. فيصل؟ شو الريحة الغريبة هذه اللي اشمها بهدومك؟ خصوصا انت ما تشرب سجاير. ريحة؟ اي ريحة؟ الريحة هذه اللي اشمها فيك الحين. اي هذه ريحة الدواء اللي استعمله. دواء؟ ليش انت مريض؟ اي انا عندي الغولون تعبني شوية، من اخذ الدواء يريحني. من متى انت تاخذ دواء؟ من فترة طويلة. زين وين الدواء هذا؟ ليش ما اشوفه؟ وين حاطه؟ ما معاي. وين معك؟ معاي بجيبي. تحبين تجربينه؟ اجربه؟ لا انا ما احب اجرب شيء ما اعرفه. لا لا وعادي ناخذ مو بس حق القولون. انا اول مره اسمع في دواء ياخذونه حق نوعين من الامراض او ثلاث. عادي انت ليش مستغربه؟ انت خاك جربي. شنو هذا؟ نشوق. شمي؟ مخدرات؟ هاي ايوه شو مخدرات؟ انت ما تشوفين مخدرات بالافلام؟ بيضة مثل الطحين. هذا ابيض؟ لا. اللون هذا ابيض؟ لا. خلاص جربي ما راح تندمين. لا 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 انا ما فيني شيء الحمد لله، ماني مريضة ولا شيء. ما شوفي يا امل، الدواء هذا اللي جربتيه تستانسين. استانس؟ ليش؟ هلوسة؟ أي هلوسة الله يهداك، هذا حق الهلوسة. يبا هذا أدوى عادي يهدي القولون، حاله حال النعناع والمرمية ودوى السكر عادي، هذا يريح المخ. إي نعم مثل الأدوية الشعبية اللي تخلي تهديهم. لا أنا الحمد لله أنا هادية الحمد لله ما في شيء. وين هادية واللي يرحم والديك؟ أنت من ياش التلفون وبلغوك عن بنت أخوك إنها متعورة وأنت بحالة توتر وقلق. بعدين أنا يعني بسألك شلون راح تنامين؟ ما راح تنامين، لأن إذا نمتي على الجنب اليمين راح تتذكرينها، وإذا نمتي على الجنب اليسار أيضا راح تتذكرينها. إي والله أنت صدق، بعد عمر يتيمة. ماني عارفة الحين هي نايمة قاعدة، تلقى أمها الحين هدتها وراح تنام. أنت أخذي هالدواء وأنت تنسين ديمة واللي يابا وديمة. لا 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 ما أبي، خلاص أحط لي فيلم أشوفه وأندمج معه. يا يبا أنا عارف حبك حق ديمة، الفيلم ما راح ينفع، لازم شيء نسيج. زين الدواء هذا ما له آثار جانبية؟ لا شلحك يا مولتي، آثار جانبية وبعطيش الدواء هذا؟ أفا أنت يا مولتي حبيبتي الغالية. زين شلون يأخذونه؟ هذا يشمونه عمري. شمي لا تخافي شمي. من الصبح تلفونات؟ بكلم اختي علشان اروح معاها نخلف على مساعد، رايلها توفى؟ افا مساعد توفى؟ ايه ما سمعت الاخبار. لا ما سمعت. البارح قاعدين في الديوانيه كلونا احنا الربع ما عندنا خبر. الله يرحمه ويخلف على مرته وعياله. الله يرحمه. خل اشوف خالد يمكن يروح وياي العزه. شوف بعد سعود ترى يصير حق زوجته. آه سعود هذا ضيم، سعود مو هو فاضي. شوفي خالد، شوفي خالد اتصلي فيه بس. لا ما بتصل، اخاف اشيل مرت التليفون وانا مالي خلقها. اوه صدق قالوا عقل حريم. اشوف اشوف اعطيني التليفون. انا ما اعرف رقمهم، اتصلي انت دق عليهم وانا هات ادق لك الرقم وانت جاوبهم. زين يلا قهورين هاك. الو مرحبا. منو؟ وليد؟ أقوى يبا حي الله النسيب.
ابوك وينه؟ زين عطني اياه. الو، هلا خالد، صبحك الله بالخير. هلا. هالمقروده ام فواز هذه بصبح الله خير حسبالها بشاره، تقول لي ابو مساعد توفى الله يرحمه. ايه هذه اذا ما عندك شغل ما عندك محاضرات اليوم تعال معي خل نروح المقبره. توكل على الله، انا انطرك هناك على طريق المقبره. ولا تدري شلون؟ لا مرني انا انطرك بالبيت هني. يا اخوي ما فيني شده اسوق. ما فيك شده ولا خايف انت على البنزين؟ خلاص يا يوسف امرك انا ان شاء الله. على خير امان الله. يبا ليش ما قلت حق عمي يوسف عن ملكتي؟ اي ملكه؟ ملكتي انا ونوره. اي اقول له ان شاء الله ان شاء الله. وقول له ان ولدي مو تجوري متنقل ينهبون منه متى ما احتاجوا، فلوسهم على قلبهم كذي خاشين هش حقه. حاضر اقول له. لا لا يبا لا لا تقول له، ما عليك من اخ، اخاف يزعل وبعدين يهون، واحنا للحين ما ملجنا. ليه ملجنا؟ ذيك الساعة كيفكم معاه؟ ملجت. حاضر بعد تبي شيء ثاني؟ لا سلامتك يبا، ماكو شيء ولا ما شيهت. انت رايح الدوام اليوم؟ انا اليوم اجازة. ايه عمل مسافرة. ايه كان زين ما ترد، مفتك منها. الدوام على كيفي. وليد تبيني اقول حق عمتك انك تقول ما تبيها ترد؟ يبا ايش فيك؟ انت غش مرة، انا اصلا احب عمتي يا حبيبتي. لا تصير جبان، خليك شجاع مثل ابوك. كان زين يصير مثل ابو حي قلب، لا يهمه شيء ولا حد يعرف عنه شيء. اوه كلام خطير وشايد هذا. ايش تقصدي من كلامي سالفة؟ ما اقصد شيء يا ابو وليد، حكوا وقلت له لا تسوي لي سالفة. الو هلا عمي سعود. ايه عمي سعود، ابوي اتفق مع عمي يوسف على ملكتي. ايه لا تخلي، نبيك شاهد معانا. تبي ابوي؟ ايه وابوي قاعد تاجر ويا امي. حسبي الله عليك يا وليدو، ايش هالحكي اللي قلته حق عمك؟ ايه خالد صادق، ابو خالد ما غلط، خلي يعرفون الناس ايش كثر انا متحمل وساكت. ابو وليد الحين صرت ساكت ومتحمل؟ من متى؟ من زمان. اشوف. الو ها؟ خطاكم اسو؟ لا سلامته سلامته، ما شف شر. يما ما يكون احد مات ويكون زواجي على شانه. مات؟ ايه بالله من ابليس، من هو اللي مات؟ وما الله انتم ما تتفاؤلون الا بالشر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عيال ايش صاير؟ ديما بنت سعود دعمتها سيارة وانكسرت ريلها. ديما؟ وعلي عليها؟ ما تستاهل المساكينة. يمه هذه سالفة فيها تأجيل حق ملكتي؟ وليد يا يمه احنا وين وانت وين؟ وزية روحي لها انت وشيخة وشوفها طلع عليها. ان شاء الله نمرها. زين تبون شيء؟ سلامتك. يلا على خير. أمان الكريم. حياك الله يبان. مع السلامة. يما تكفين حبيبتي لا تعصبين، ما بقى شيء على ملكتي. وليدو ينمتني، كافي علي اخوك ضروي وبلاوي. وي صدق ذكرتني بضروي، نسيت اقول لابوك سالفته. تسليني انا عنك متى نمتي؟ انا ما اتذكر شيء. روح الحين غسل وجهك وخلني اتريق، كل شيء راح تتذكرين. حاسه راسي ثقيل. اي لا باكر تعودين. على شنو تعود؟
لا على قاعدة النوم الجديدة، لأن أنت متعودة بالكويت إنك تقومين الصبح مبكر تروحين دوام، فالحين المواعيد تغيرت عليك، فأكيد هذا اللي مسبب لك الصداع. الظاهر كذي. لا لا باكر عادي، تعودين وكل شيء يصير عندك عادي. الو صباح الخير، معك سهام. اكو شيء صار اليوم؟ ايه اوكي انا ساعة بكون في المكتب، مع السلامة. الو هلا امل، شلونك؟ ايه اليوم طلعت من المستشفى. لا كسر بسيط والحمد لله. لا ما في شيء يستدعي انها تقعد في المستشفى اكثر من كذي. تبيني تكلمينها؟ حاضر اخليها تكلمك. تلفونك مفتوح؟ اوكي مع السلامه. كنت تحكي الامل ها؟ ايش دراك؟ ما هي الوحيدة المسكينة اللي تحاتي دينا، أكثر مني ومنك. كانت تبي تكلمها. شنو وديت التليفون فوق؟ لا وين؟ أنا يلا ألحق على الدوام. بتروحين الحين؟ إي، أنا استأذنت ساعتين بس عشان أجيب ديما. وديما من قاعد عندها؟ أنت ما عندك شيء، اقعد معاها ليه ما رد من الدوام؟ لا والله. لا يكون أنا البيبي سيتر حق ديما. سعود، ديما بنت بروحي؟ بس أنت الأم وأنت المسؤولة عنها. وأنت أخليت مسؤوليتك. لا ما أخليت مسؤوليتي. بس الام لازم تجاب عيالها وتشوف لوازمهم. انا ما قلت شيء، لكن انت فاضي وانا عندي دوام، يشيل عني الحمل شوي. ومن قال لك انا فاضي؟ هم انا عندي دوام وبروح جاب لي بنتك يلا. يعني المساله عناد؟ لا مو عناد. اوكي سعود، انا بطلع اشوف ديما واخلي الخدامه تقعد معاها لين ما رد من الدوام. مشكور وما قصرت. ديما لو قاعده بالمستشفى احسن لها وارحم لها. على الاقل هناك تلاقي عنايه. الوقت قاعد يركض، مضطره امشي. عن اذنك. فايدة؟ ماكو فايدة، عمرها ما تتعدل. انت قايمة فدلي؟ حاسة راسي ثقيل ماني قادرة. قومي بدلي وخل نطلع ويروح على الراس. أنا شاكة بالدواء اللي أعطتني إياه هو السبب في صداع راسي هذا. معقولة جسمك ما يتحمل هالنوعية من الأدوية؟ أنا ما راح آخذ منه مرة ثانية، ما أتحمل. احسن بعد. انت ما تحس بعوان راسك عقب ما تاخذه؟ لا لا بالعكس، انا احس براحه وناسه. غريبه. مو غريبه ولا شيء. يبقى انا الغولون العصبي عندي يؤذيني، ولو اخذت الدواء هذا يريحني. انت الظاهر الغولون عندك ما يؤذيك؟ وي انا لحاشني تلوى مثل الربيانه. خلاص عيل، اخذ الدواء معاي تنسين الالم. لا 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 ما بياخذه. الظاهر مثل ما قلت ما يناسبني. أنا راح أشوف دكتور وأستخدم الدواء على طول. نعم حبيبتي، إحنا بشهر عسل، لو ردينا الكويت هناك افتري على الأطباء كلهم. أما الحين أنا ما عندي استعداد أرد الكويت. ما قلت لي متى مرد الكويت. إيش سالفتك هالأسئلة هذه؟ متى رد الكويت؟ لا يكون مليتي مني. بس لا بس أنا اشتقت حق ديمة. حول ولا قوة إلا بالله. ويا ديمة هذه، هذه اللي بتخليني أكرهها قبل لا أشوفها. لا حرام عليك، انت اكيد اذا شفتها بتحبها. زين زين يلا قومي قومي بدلي الحين وخلنا نطلع، وانا انطرش تحت. خلاص روح انت وانا الحقك. يلا.
متأخرين؟ لا روح. هلا منيره. اي هلا. اي مرحبا. هو ليش؟ انا الحين مرت حماج، ما اعرف عن ديما الا من الناس. ما ادري والله، بس عبالي سعود قالك. سعود؟ سعود يقول لي انا؟ سعود يقول حق فوزو؟ والله انا لي الله. تفضلي منيره، تفضلي. ايه ما ادري والله ايش اقول لك يا منيره، بس هذه مي بشاره بشرك فيها. الحين اسمع من برا والحريم بالعز يسالوني واقول لهم ما صار، وفوزو بعدين انتي وتشذبني؟ انت شفتي فوزيه بالعزه؟ لا ما شفتها، خلي تولي. الحريم اتصلوا فيني الظهر وقالوا لي ان فوزيه جات عقبي وقالت لهم عن سالفه ديما. سامحيني يا منيره، لكن انا فعلا ما قصدت. يا بعد عمري، انت معذوره، معذوره يا بعد عمري، لكن سعود ما عذره. سعود شعلي؟ اهو اللي قال لهم. والله امل مو هني مسافره. بس امل معاها تليفونها النقال وممكن تتصل فيهم ويتصلون فيها. ها؟ يمكن يصير يصير. شفت شلون ان سعود ما له شغل؟ والله ما ادري. المهم شلون ديما؟ الحمد لله، كسر بسيط الحمد لله. ليش ما خليت احد يقرا عليها عن الخرعه؟ اي والله، واللي يعافيك اذا تعرفين احد خلينا نودي البنيه له. الحين يمدي؟ هو ليش ما يمدي؟ انت روحي بالبنيه ونروح نص ساعه ونرجع. يلا. فتوح شلونك؟ ام سليمان قاعده؟ ايه باي، بنيه حماي بسم الله عليك دعمتها سياره ومخترعه. لا 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 الحين اني ايه. مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ما تعرف تطق الباب قبل لا تدش؟ ها وانا وين داش؟ داش غرفة اخوي وليد. حبيبي اسمعني، هذا اليوم طرفتي، باكر بتصير طرفتي انا وزوجتي، لازم تتعلم من الحين شلون تطق الباب قبل لا تدش. انزين انزين اتعلم. المهم وين اشرطتك؟ لا انزين انزين لحظة لحظة يا ربي. اي شرطة؟ شرطة الاغاني. هناك عندك بالدرج. والهيدفون وينه؟ وياهم. انزين عيل ترى باخذهم. ها اقدر اعرف ليش؟ ليش بعد؟ ليش مع اغاني؟ ضروري لكن بتصير مثلي. يا من شابه اخوه العود ما ظلم. ضروري ليكون تحب. اوه متولع. ليكون من طرف واحد مثلي اول. والله ما ادري، بس ان شاء الله ان شاء الله يكون من طرفين. مدام كذي عيل اخذ له شرطه والمسجل وكل شيء، لان انا خلاص حلمي بيتحقق قريب. زين عيل الفالي ان شاء الله. بس اسمعني ضروري عن النحاسه، لا تصير معي بنفس الليله، ابي امي وابوي يفرحون معي وانا بروحي. يا وليد شل انانيه. اي انا اخوكم العود ولازم اصير اناني. زين عيل انا باخذ له شرطه وبمشي. اسمعني حبيبي اخذ له شرطه وتعلم من يوم رايح شلون تطق باب اللي بيتزوجون. زين يلا باي. الله يعينه حبيبي. انا بس ابغى اعرف وين موديتها؟ مو بنتها ريلها مكسوره؟ يما يمكن عندها مراجعه مع الطبيب. انت ما سمعت الخادمه ايش قالت؟ راحت مع منيره. يلا يما خلينا نروح. وين نروح؟ احنا بنقعد ننطرهم لما يردون. يمه ما حد في البيت. ما فيها شيء؟ هذه اللي بيت عمك. يمه اهل البيت مو موجودين، عيب. خل نروح الحين نرجع لهم بعدين او نتصل عليهم بالتليفون. قعدي زين، ما احنا رايحين بننطرهم علشان اعرف من نور وين مودياتها. يعني يمه وين بتكون مودياتها يعني؟ الحين يجون ونعرف. والله فاشله يمه. اذا انت متفاشله روحي، انا بقعد وبنطرهم لما يجون. Thank you.
يعطيك العافية. يعافيك. هلا 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 دكتور. كيف الحال؟ شلونك؟ بنت على مكتبك؟ لا يا اخوي مش حقك قاعد على المكتب، في بضاعة منزلينها جديدة، راح تتأكد منها. اي زين تسوي. ايه. ها خير ان شاء الله. جيتك هذه ما هي سهلة، كنا عندك سالفة شايدة يا اخوك. ايش دراك؟ لأن الصبح أنا شايفك ما عم يدك تنبه علي. فعلا أنا جايك بسالفة مهمة. فلوس ما عندي. لا 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 ما هي سالفة فلوس. لا ما دام ما فيها فلوس. توكل على الله خليك قاعد على المكتب ونسولف. هيا يلا يما خلينا نروح. قعدي زين قعدي الحين يون يما فاشله قاعدين في بيت بروحنا. انت ايش فيك متفاشله؟ هذه بيت عمك مو بيت غريب. نروح ونرد. شوفي احنا بنقعد ننطرهم ربع ساعه اذا ما ياو بنمشي. يلا ننطر ربع ساعه ولا اقول لك يما خلينا نروح الحين واتصل فيها بعدين هم بيقولوا لك وين راحوا. ويه يا عيني عينك ما بغيتي الا سيهم الموقه تعلمني عن دوابيرها هي ومنيره. يعني يوم اذا بيون وما راح يقولون لك وين راحوا خلنا نمشي. لا الحين غير لين شافوني قدامهم بيتخرعون ويعلمون، لكن بالتليفون سهل عليهم الكذب والتغبي. شيخوه عاد عن التأفف قعدي ساكته. من زين وهذا اللي جابك هني؟ هذا الشيء مو سهل يا ابو فواز، هذا الشيء متعلق بحياتك وبحياتي، هذولا عيالنا. شوف يا خالد، وليد مثل ما هو ولدك ولدي، والمرض ما يعيبه. اكيد المرض ما يعيبه، بس بيجيبون عيال اللي الله كاتبه لهم بيشوفونه، ولا انت تدخل بالمكتوب. اي لكن الاطباء يقولون. طبيب ايش دره؟ اللي الله كاتبه لهم بيشوفونه، واحنا ما نتدخل بالمكتوب. أنا جيت أحطك بالصورة عشان لا تقول إني أنا غشيتك. رايتك بيضة يا أبو وليد، وأنا عارف مرض وليد من زمان، وإذا ما أخذته بنتي، من بياخذه؟ ولد عمها. هو متعلق فيها حيل. وهذا اللي مطمني على نوره. أولاً لأن حلالها مو رايح حق غريب. وثانياً بيحطها بعيونه. لو تسمعها شلون تتكلم عنها، كان عرفت إنه بيحطها بعيونه. وهذا اللي نبيه. الله يوفقهم إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. لكن أنا عندي طلب يا خالد. طلب؟ آمر. البنت وأمها ما بيهم يعرفون هالحكي. اللي تشوفه. أمه تتبون الملكة؟ إن شاء الله باكر. باكر باكر توكلوا على الله. هاتوا لنا شيك ب 15,000 دينار ويسجل السيارة باسم نوره، ولا لا لا يشتري لها سيارة جديدة ويسجلها باسمه، وبعدين حفلة ما في داعي حفلة. فواز 15,000 سيارة؟ إيه هل تبي ولدك يتزوج ببلاش؟ ما يصير يا أخوي. حاضر حاضر. شاطرة. هذا الشام. هذا الشام. هلا فوزية. لحظة بس قاعد ببنية عليك شام جديد. هلا شجع. عندي ما بروح فوز. لحظة خليني أسلم على خالتك فوزية أول. هلا فوزية. أهلا شلونك؟ يا الله. ها ديما شلونك؟ مثل ما تشوفين. علمنا تفوزيه. انا بودي ديما فوق. انا رايح. خلاص خالتي انا بوديها. يلا. خالتي؟ حيا الله فوزيه. الله يحييك. وين رحتوا؟ صدق نيره توها كانت معاي على اذنك. ما شاء الله يا شيوخ، خالتي مرة واحدة المرة تعمسة. غريبة ما أدري وين راحت. توها كانت معي بالسيارة. إيه عاد أنتِ ما قلتي لي وين رحتوا؟ منيرة الله يعافيها ودتني عند واحدة قرت على بنتي عن الخرعة، عاد أخاف التفزز بالليل. إيه عاد منيرة الدوابير هذه لها، ما تشوفين ريلها يمشي وراها مثل الخروف ما ينطق. فوزية الله يهداك، ايش هالحكي؟ احنا رحنا حق مرة صالحة قرت على بنت القرآن، كلام الله. ونعمة بالله. المهم عسى بنتك صارت أحسن الحين على القراية. الحمد لله. أنتم من زمان هني؟ يعني صار لنا 10 دقائق. كان اتصلت فيني على النقال، على الأقل أقول لك متى بنرد. كل واحد، احنا أهل ما بيننا كلافة، البيت بيتنا. Thank you.
ايش عندك؟ قاعد هني؟ قاعد انطرج. خير ان شاء الله. ابوي اتصل وقال انه حدد مع عم الملكه الاسبوع الجاي. اووووه قطيعتك طعمرت عمك. شوف سيارتها عند بنت عمك سعود. كان ارد مالي خلقه جابلها. انا ما بعرف انت شلون بتصير خالتك. صدقين يما بدأت احس بالخوف. ما تنلامين ما تنلامين يا بنيتي. يما ودي اسولف معك شوي. قولي امي قولي اللي في خاطرك. يما انا وافقت على وليد عشان افتك من بيتنا ومن ابوي ومن بخله، لكن ما ادري لما شفت السالفه دشت بالصج حسيت بالخوف. انا عيست معاك ما تسمعين الكلام. والحين شو اسوي؟ شو نسوي الحين؟ ليه ابوك نكلمه؟ لا انا خاف اقول لك. خلاص انا اكلمه بس ها ديري بالك تغيرين رايك، لا تورطيني مع ابوك. خلاص وعد بس تهجن ان ابوي يطيعنا ولا بيعاندنا. الله يعلم يا بنيتي، احنا نسوي اللي علينا والباقي على ربك. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي شلونك؟ زينة. الوالدة موجودة؟ اي موجودة. ممكن ادخل اكلمها؟ لا صبر شوي انا نادي امي. يما يما هاي يما علامك. يما تدري من عند الباب؟ من عند الباب. يما ضاري ومن معه روحه. يما اقول لها دس؟ لا 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 انا بروح اشوف. يما فشلة واقف عند الباب. عالية قلت لك انت قاعدة هني وانا بروح اشوف. هلا ضاري. هلا عمتي شلونك؟ هلا يما امر. ما يامر عليك عدو عمتي، بغيت اكلمك. اشوفك جاي بروحك، وين اهلك؟ اهلي بيون ان شاء الله، بس انا قلت اسلم عليكم وبنفس الوقت احدد موعد. ما يخالف يما. يتروالي روح حق والدتك وقول لها خلدق علي، وبعدين انا اتفق وياها على الموعد. خلاص عمتي، بس انا بقول شيء. خير يما. ترى انا ماني من الشباب الطايش ولا الشباب اللي يلف ويدور. انا ترى من صج بتزوج عالية. ما يخالف يا ولد، احنا ما قلنا شيء. انا قلت لك حياك الله فيك واهلك. خلاص عمتي، اخلي الوالدة تكلمك. فمان الله. فمان الله. هاي يما. والله انا ما ادري شنو سالفه هالولد هذا. انا اقول لك شنو سالفته. قولي شنو سالفته. الظاهر انه كلم اهله واهله مو موافقين. وانت ايش دراك؟ ها؟ لا يعني يبين من طريقه كلامه. واذا اهله ما وافقوا ان شاء الله احنا بنوافق. ومن قال يما هالحكي؟ اكيد ما احنا موافقين. اشوه على بالي بعد انك حاطه في بالك هالشيء. لا عيوني لا، منت رخيصه، انت غاليه، واللي ما يبينا ما نبي. قول سلام. هلا هلا سعود. شلونك؟ الحمد لله. شلون ديما؟ الحمد لله نايمه فوق. وانا بعد حاسس اني دايخ وبنام. تعال طافك اليوم الحرب اللي كانت بتصير. من بينه؟ حريم اخوانك نيرة وفوزية. تهاوشون؟ بغوا يتهاوشون لكن الله ستر. لا لا شلون؟ نيرة شافت سيارات فوزية برا، كانت تروح بيتها سيدة. بل الله لو متلاقين تدرين شو يصير؟ جان صارت حرب داحس والقبراء، داحس فوزية والقبراء نيرة. لا حرام عليك، نيرة طيبة وقلبها نظيف. اي قلبها نظيف بس ها ندري انها قلبها نظيف بس ها اعوذ بالله اعوذ بالله من هذا لسانها لسانها اعوذ بالله منه. يا ابن الحلال كافي متحمل يوسف هذا. سعود اسف على اللي صار اليوم. يا كثر ما تاسفي
وما يطوف يوم على اسفك الا ردت ريما لعادتها القديمه. سعود حبيبي ترى السالفه ما تسوى. مو كلها سوالف ما تسوى، لكن من كثرها المشكله ما لها حل. مو انت تبيني اهد شغلي وهذا مستحيل. يا يبا ما ابيك تهدين شغلك، والله ما ابيك تهدين شغلك. انا كل ابي منك انك تهتمين ببيتك وريلك وبنتك. سعود حبيبي لا يكون يجي ببالك بلحظه ان في شيء اهم منك بحياتي. هذا اللي باي ذمتك؟ يعني من تحاسب معزتك عندي؟ الحقيقه انا حاس، بس يعني ساعات يعني ساعات تدلع علي علشان تعرف ايش كثر احبك واموت فيك. مو غلط؟ انا ما قلت غلط، بس ودي نعيش في شويه هدوء، شويه هدوء. سهام انا احبك. وانا بعد. بل لا مستحيل، اصل داري اسمعني حبيبتي. يا هذا العمر انت لو سمعين كلامي تاخذين لدوى الطيبين. لا لدوى هذا لا، اقوى السبب في صداعي هذا. لا اي بس سمعي كلامي واخذي لدوى. قلت لك مستحيل، شوف النتيجه اللي انا فيها، الصداع هذا بيبعني. ما اقدر اخليك تجي تعذبين. بس خلاص خلاص، روح للطبيب. ايش في يسوي لك طبيب؟ يا بنت روح حق الصداع هذا على الاقل. انا ما اعرف اطب هنا. خلاص نقول حق الفندق وهو يوديني المستشفى. بس كلامي ابي تصرخين زين، تاخذين ندوه غصبا عليك ومستشفى. ايش حقك مديتك علي؟ لانك بنتي راضيه تفهمين. بعدين ترى احنا هني فندق مو بيتنا عشان صارخين على كيفك. ايش تبي الناس تقول؟ الدواء اللي اعطيتني اياه هذا مخدرات. مليون مره اقول لك لا لا، مو مخدرات. ليش مو راضي توديني المستشفى؟ لاني انا ما احب المستشفيات، عندي عقده منهم، فاهمه؟ خلاص اذا انت خايف تروح اروح انا بروحي. وانتي من صدقك اخليك تطلعين بروحك؟ طلعه من هالمكان هذا بروحك ماكو. واذا انا تنكت في راسي الفجر زين. انا عندي حل لرضيك. شنو؟ انت اخذي الدواء الحين، ولي باكر اذا ما صرت زينه وما خف الصداع نروح المستشفى. اكيد اكيد. وعد وعد. فيصل انا اخر مره اسالك، الدواء هذا مخدرات؟ اوه يا يبا الف مره اقول لك اكو مخدرات لونها بني. يبا انت ما تشوفين بالافلام لون المخدرات ابيض ابيض مثل الطحين، هذا اللون بني. خلاص عليلا وين توهمني؟ اي خليك كذي من الاول، كم وفرت عليك الالم والصراخ والعباله هذه كلها. قالت لك البنية كانت خايفة والحين راح عنها الخوف، قالت لك الصج ما تبيه؟ اي يبا انا ما ابي. انتوا شو تقولون؟ شو تقولون انتوا؟ انا اليوم متفق مع خالد واخوي على موعد الملكة. ويه يا ابو فواز عادي، يا ما ناس يملكون ويهونون ما فيه شيء. اهون عن ولد اخوي؟ شلون يصير؟ لو اخوك يحبك صج كان خطب نوره الظهري، ما اعطانا ولد المخبل وليدوه. وليد اهلي ابي نوره، فهمي؟
أهم أهم اللي كبروا السالفة براسه. ولدوا وينه وين هالسوالف؟ ودوني ودوني يبوني يبوني. أنت ليش ما تحكيتي من الأول؟ مو قالت لك البنية كانت خايفة؟ هذا حكي عاد؟ هذا حكي؟ وين ودي وجهي من أخوي خالد؟ وين ودي وجهي من أخوي خالد الحين؟ قول لأخوك خالد إن أنت ما عندك مانع تناسبه إذا بياخذ نور الضاري، لكن وليد لا. وليد انا طحت من السماء وانت اللي لقفتني. شنو؟ انا طحت من السماء وانت اللي لقفتني. وين ومتى وشلون؟ انت حلمان؟ هي حلمان الله يهداك، هذا مثل. يعني مثل صبه حقنا لبن. مثل صبه حقنا لبن. المهم وليد انا ابيك بسالفه ما حد يقدر عليها الا انت. ضروري الظاهر سالفتك شايده. من ناحية شايدة. زين خلاص خل أقول لهم بي آر بي. بي آر بي أنت شنو بي آر بي؟ كل ما أجي لك بي آر بي شنو؟ بي آر بي يعني لحظة بلغة الآي آر سي. قول لهم لحظة. أها إيش تبي؟ وليد أنا أبي أتزوج. تتزوج؟ أنت أمس حبيت اليوم تتزوج؟ أنا أحب من زمان بس خاشة بقلبي. سلني انا الحب ورطه حرق قلبي. المهم انا ابيك تكلم ابوي عشان يخطب لي البنت، ومو لازم اتزوجها الحين، عقب ما اخلص دراستي اتزوجها، بس على الاقل اخطب البنت لا تطير مني. واقدر اعرف ليش اخترتني انا؟ ليش ما كلمت امي؟ بيني وبينك بس لا تقول لحد، امي طلعت اي شيء. عفا شلون؟ ما حطتني وي موليه شن يا يطر منها. وليش عاد كذي؟ والله ما ادري يا وليد، شني ماني ولدهم ولا هم اهلي. وبيني وبينك لانك انت اخوي العود وبهالمسائل ما الجا الا لله ثم لك، وابيك تحلها لي. خلاص عاد ولا يهمك، انا اخوك العود وانا اخلص لك الموضوع باقصى سرعه. يا بعد شردي والله. يا بعد شردي. ضروري وناسه بعد مره ثانيه. صدق؟ يلا. حبيبي والله. وين ابوي؟ ابوي ما رد للحين. خلاص انا انزل الصاله الحين انطره ليه ما يرد. يا بعد عمري، عسى الله يخليك لنا، عسى الله يخليك ذخر لنا ان شاء الله. ضروري، بس اسمعني زين.